Quoi de neuf santé. جونسون اند جونسون توقف انتاج لقائحه المضاد للكورونا. هذه اللي كشفته صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه، ان شركه جونسون اند جونسون اوقفت مؤقتا انتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا. ونقلت الصحيفه عن مصادر مطلعه قولها ان الشركه علقت الانتاج في مصنعها الوحيد اللي ينتج حاليا جرعات لقاحيه بكميات قابله للتسويق من اجل بدء انتاج لقاح تجريبي جديد في فيروس اخر. واشارت انه من المقرر استئناف العمل في انتاج اللقاح المعتاد المضاد لكورونا بعد بضعه اشهر. بدورها قالت جونسون ان جونسون انه لديها مخزون كافي يقدر بملايين الجرعات من دون ان تؤكد او تنفي ما اوردته الصحيفه الامريكيه. غير أنها لفتت في رسالة لنيويورك تايمز إلى أنها تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتحاد الإفريقي، ويعطي اللقاح جونسون أند جونسون بجرعة واحدة ولا يتطلب حفظه درجة حرارة شديدة البرودة، ما يجعله مرغوب فيه لا سيما لدى الدول النامة. وهذا ونذكركم أنه المصنع متاعها موجود بمدينة ليدن الهولندية. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم.